نسيت ما صورت لكم اكو صار شيء الا وهو انه هذيلا اللي موجودين ما يجون ويا ايه رحنا اشترينا براغي شوف خليني اوريكم اوكي هم خالين يجوا ويا بس هالطول السامسونج شوي اطول براغيه شوفوا هذا سو راح اشتري هنا هذا ما يجي وش قد قيمتهم؟ تقريبا الأربعة 11 دولار يس يا الأربعة براغي سو هي ب 11 دولار زائد براغي 11 دولار هم أرخص 22 دولار إيه بس احتمال هم ذيك نشتريها ب 27 ولا ما أدري ايش قد يمكن هم يجي وياها نفس الشيء صح أوكي ورحت شفتها أنا حسبالي تختلف هم نفس البراغي هاي خليها ب 27 زين هاي ام 11 نفس البراغي هاي يعني ما بيها اي اختلاف نفس الشيء شوف جو الناس زياده يلا هسه راح نخليه خلصت من عندها اول مرحله ليش ما خليت هناك بعد واحد اوكي لان هو يجي بس اربع براغي وياه يا روحي انزين ليش خليت اللي بالنص ممكن تخليه اثنين هنا واثنين هنا صح اوكي تقوعي هيك اوكي بس يكفى كافي ايش تحكي اوكي يلا بوس شوف الليفل بعدين تقول لي عواد ما ادري شنو اذا اعرفها بالنص ولا مو بالنص؟ لا مو بالنص شنو مو بالنص شلون؟ والله شوف شوف عيني حوله العاد واخري بالنص شويه هاي تو شويه جايه ولا بس شوف جاي اللي قاعده اشوفها جايه من انا اكثر نعدل هيك قاعد تشوفونها؟ شويه من انا ما يخالف ما تاثر ما تاثر اوكي ويل سي ويل سي والله سويتها بالنص بس ويل سي تي في بعدين اذا ركبنا راح اشرح لكم في العنانه راح اسويها مره ثانيه؟ لا بس شوي ثبته اوكي لان احتمال لان انا من سويته من ضبيت البراغي يمكن من قبل من ضبيت البراغي اوكي احتمال شوفها هسه ارتفع